نتواصل مع كل الأحباب الكرام عبر شاشة قناة الشروق من جديد في الرياضة هذا الصباح. نسعد جدا يكون معنا الصحفي عبد الرحمن عيدروس في فقرة الرياضة هذا الصباح ومجموعة من الأخبار الرياضية اللي حنتحدث عنها ونشير ليها ونسلط عليها الضوء من خلال هذا الصباح. أهلا وسهلا، كيف الحال بعد طول غياب؟ تلاقي مجددا، اهلا بك عبد الله. مرحبا بك اخ حمزه، ومرحبا محمد، ومرحبا بالساده المشاهدين، وسعيد جدا بالعوده من جديد. لا واضح انك سعيد جدا. سعيد. سعيد على غير العاده. يعني الاحداث هي التي دائما تغير مجرى الحديث يعني في في صباح الشروق. كان الحدث الاكبر في دوري ابطال اوروبا النتيجه اللي ما كان متوقعها اصلا، سواء النادي البايرن ميونخ أو برشلونة أو عموما مجموعة المحبين للأندية الأخرى في عمر نادي برشلونة الإسباني أن يتغلب عليه نادي البايرن ميونخ بهذه النتيجة 8، ونحن مقبلين على شهر 9، والله ستر غايته من البقية. جملة وتفصيلا، ما المطلوب أيضا من النادي؟ ما المطلوب من قيادات النادي أيضا في التصحيح للمسارات؟ فريق مثل هذا بهذا الحجم ويلعب بهذه الطريقة مع وجود عمالقة اللعب داخله، فالأمر يبقى تحت خط الأحمر. يعني أهلا وسهلا تحليلا طبعا بزاوية شوفك كده لمجريات المباراة قبل أن نخوض. قبل أن نخوض في التفاصيل، هارد لك حمزة، هارد لك لكل البرشلوناب، خاص كل بشجعوا برشلونة، يعني هارد لكم. يعني يمكن برشلونة يعني يمكن بالأمس خذلت الجميع، يعني خذلت كل المحبين والمشجعين في هذه النتيجة الكارثية، هذه النتيجة التاريخية والمذلة في تاريخ برشلونة. يمكن يكون في بطولات البطولات الأوروبية وحتى المحلية برشلونة يتلقى مثل هذه الكارثة أو النتيجة اللي يمكن يكون لا يعني يمكن يكون أكثر المتشائمين في عالم كرة القدم بالأمس لم يكن يتوقع أن يخسر برشلونة بثمانية أهداف في ظل وجود عمالقة اللعبة كما ذكرت ليونيل ميسي وسواريز نعم. لكن بالأمس اتضح كثيرا، أو خلينا نقول الرؤية وضحت تماما، أنه برشلونة فريق هش، فريق يمكن يعني يمكن يكون من يعني تأهل على حساب روما، كان تأهل منطقي لأن روما فريق ما عايزين نقول عليه ضعيف، لكن برشلونة لم يواجه خصم قوي، لم يواجه فريق شرس بحجم بايرن ميونخ. برشلونة وجد فريق سابع الدوري الإيطالي، فكان لابد أن يمر عبر روما بسهولة، لكن في النهاية برشلونة اتضح أنه يعني منهار دفاعيا، منهار في خط الوسط. هذه النتيجة الكارثية يمكن أنا أعتقد أنه هي جاءت في وقتها تماما لبرشلونة للعدول عن الطريقة اللي كان ماشي بها إدارة النادي في التعاقد مع اللاعبين، لأنه الآن برشلونة يمكن حتى هبوط مستوى ميسي في الفترة الأخيرة محير بعض الشيء، بالإضافة للفريق الآن يفتقر ويفتقد للنجوم ويفتقر للاعبين اللي بيصنعوا الفارق. يعني الآن يمكن تحدثنا عن وسط الملعب أو رمان خط الوسط اللي كان بيشكله بوسكيز مع وجود فيدال، هذا الثنائي أصبح ضعيف جدا، هذا الثنائي أصبح هش جدا، خاصة بوسكيز استهلك خلال 10 سنوات الماضية، أصبح هذا اللاعب لا يستطيع مجاراة نسق المرتفع دوري أبطال أوروبا واللاعبين الأعمار 18 و20 سنة. يمكن برشلونة يحتاج الكثير في صفقات في العام المقبل لكي يعود برشلونة كما عهدناه. بالمقابل بايرن ميونخ معروف، بايرن ميونخ من الثوابت العالمية، فريق يمكن يكاد يكون مكتمل في كل عام بايرن ميونخ، حتى إذا كان يعني يمكن الدوري الألماني ليس بحجم الدوريات الأخرى، لكن واضح جليا أنه بايرن ميونخ يملك فريق قوي جدا، يملك رصيد بشري مميز جدا على مستوى خط الهجوم وخط الوسط والدفاع، وكذلك حراسة المرمى الحارس المميز مانويل نوير. كل هذه المحتيات يعني أعطت بايرن ميونخ حجمه بشكل جيد. نعم صحيح، نعم كلنا لم نتوقع عبد الرحمن عيدروس هذه النتيجة 8 أهداف بالأمس، لكن هل هذه النتيجة دليل على قوة بايرن ميونخ أم على أنه برشلونة كان ضعيفا جدا ولا بد من تصحيح المسار؟ نعم، هو احنا اتفقنا انه برشلونة هش جدا دفاعيا، يعاني من اخطاء دفاعية ساذجة. بالأمس شفنا انه المباراة تكاد تكون مفتوحة، لأنه شفنا كمية فرص كبيرة جدا، حتى برشلونة في العشر دقائق الأولى خلينا نكون كان أفضل من بايرن ميونخ اللي افتتح التسجيل، وبرشلونة نجح في معادلة النتيجة وفرصتين من ميسي على عرضه وكذلك فرصة سواريز. برشلونة كان في ربع ساعة كان جيد جدا، لكن في النهاية لم يستطع مجاراة القوة الكبيرة لبايرن ميونخ ونجوم، خاصة السرعة الكبيرة اللي تمتع بها جنابري وبيريزيتش، هذا ثنائي خطير جدا في الهجمات المرتدة، وهو كشف عورات وعيوب
جيرار بيكي وديفيد ألابا، يمكن يكون بالامس برشلونه كان في الدفاع كان اخطاء كبيره جدا لازمته في مباراه الامس، لكن بلا شك بايرن ميونخ فريق قوي، فريق محترم الان المرشح رقم واحد لنيل البطوله وتحقيق اللقب، مع انه حيصطدم ب خلينا نقول انه يعني حتى اذا كان هناك تاهل في يعني يمكن يكون الجميع يقول انه مانشستر سيتي في طريقه للتاهل امام ليون، لكن في النهايه ايضا بايرن ميونخ الان اصبح المرشح رقم واحد لانه الان كل الفرق الموجوده اذا كانت في مربع الذهب واذا كانت هناك من هناك باريس امام الفريق الالماني ايضا نجد انه بايرن ميونخ هو الفريق القوي او الفريق المرشح في للدوري. يعني للامانه هذا الموسم بالنسبه لي برشلونة هو أسوأ المواسم في كل التفاصيل، يعني ما قبل المباراة مباراة نابولي اللي كان فيها أيضا أخطاء واضحة كنا نتمنى أنه يتم معالجتها على الوسط أو على الدفاع، فنتكلم عن اللياقة البدنية الكبيرة بالنسبة لنادي البايرن، حتى التوزيع التكتيك الهجوم الشراسة حتى والدفاع الهش هو سهل مهمة النادي من الولوج لمرمى برشلونة، فيتكلم عن هذه الروح التنافسية القتالية الكبيرة وفقدانها بالمقابل بالنسبة لنادي برشلونة. نعم، يمكن برشلونة بالرغم من أنه يعني خارج من قمار الدوري الأسباني ولعب يمكن أكثر من 10 مباريات عقب انجلاء جائحة كورونا في أسبانيا، لعب مباريات وخاض مباريات كثيرة وكان قريب يعني في الفوز أيضا بالليغا، لكن في الأمتار الأخيرة كالعادة برشلونة في الأمتار الأخيرة يفشل في الحفاظ على فارق النقاط اللي كان 4 نقاط بينه وبين ريال مدريد، أصبح الفارق بالعكس أصبح 4 نقاط لمصلحة الريال، وده بأكد لك أنه اللياقة البدنية والمنظومة ككل لبرشلونة ضعيفة بعض الشيء. هذا الموسم برشلونة يعاني من يمكن كسرة المباريات في الضغط الأخير أثر كثير على شكل برشلونة حتى في الشكل الهجومي والأداء الهجومي المعروف لبرشلونة بالتيكي تاكا وبالاسلوب المميز الباصات القصيره، كل هذه الاشياء فقدها برشلونه تماما. نعم. الفريق لما يفقد شكله، حتى انا اعتقد انه الجميع يشيل هجوم على مدرب برشلونه، لكن الان هو ليس لديه ما يملك عشان يغير في شكل برشلونه. الاخطاء من الحارس حتى في توزيع الكره القصيره بالنسبه للاعبين في حين انه كان من بالامكان انه يوزعها على بقيه الملعب، يعني فده الشيء المؤسف اللي احنا شاهدناه. هو ممكن نقول فعلا اي نتيجه بتاعت ماتش فيها الخساره وفيها الربح، احنا نقول لي كل مشجعي فريق برشلونه في كل مكان في العالم هارد لك، ودي يعني لابد انه الناس تتقبل الهزيمه بصدر رحب عشان ما تكون هنالك في روح رياضيه. بقول لبايرن ميونخ بالتوفيق في مراحل القادمات ان شاء الله. نعم ان شاء الله، بكل تاكيد انه برشلونه يحتاج لعمل كبير. الخروج الفوز على نابولي ليس كان بالشيء الكبير كما هللت الصحافه هناك في اسبانيا وهللت جماهير برشلونه، نابولي ليس كان بالفريق القوي، وكذلك حتى قبل جائحه كورونا برشلونه عاد بتعادل صعب جدا من ملعب نابولي، يعني كان فريق نابولي كان غريب جدا من ان يخرج بفوز كبير على برشلونه لولا الضعف الكبير. ما ننسى انه الدوري الايطالي عموما يمر يعني يمكن يكون بمنعطف خطير ومستويات باهته، لدرجه انه يوفنتوس الان يحقق رقم قياسي جدا ب9 ألقاب متتاليه، وهذا رقم كبير جدا في الدوريات الاوروبيه. صحيح. والان يوفنتوس خرج من اضعف الفرق في فرنسا امام ليون. نعم صحيح، ممكن نحن مباشره من الصحافه العالميه للصحافه السودانيه، الان الكاردينال يقترب خطوات من العوده لرئاسه الهلال، ما هو تحليلك حول هذا الموضوع؟ نعم، يمكن هذا الملف هو الملف الشائك او الملف الوحيد اللي الان هو يشغل الساحه المحليه والساحه الرياضيه هنا في السودان. الكاردينال يمكن يكون بعد ان اكد وخرج على الاعلام بانه قرار نهائي عزول او عزوفه عن الترشح مره اخرى على رئاسه نادي الهلال او المواصله في كرسي الرئاسه، كاردينال قال هذا القرار نهائي لا رجعة فيه، خرج بالاعلام، خرج في قناته او خلينا نقول قناه الهلال، خرج وقال انه يعني يمكن هو لا يريد الان المواصله تماما، هو الان سيحكف او سيتجه للعمل السياسي والاجتماعي وما شابه من اعمال اخرى ويركز في اعمال البزنس عموما. الكاردينال يمكن هو قدم للهلال الكثير على مستوى المال وعلى مستوى العمل الكبير والمنشآت وبنية التحتية، لكن خلينا نقول فشل ذريع بالمقابل في مستوى فريق الكرة وعلى شكل الفريق وتحقيق الإنجازات. الآن بعد قراره في قبل 10 أيام الآن الكاردينال يعود خلينا نقول ساعة أو الآن هو يبحث عن العودة للهلال أو المواصلة، لكن أعتقد أنه كاردينال هو بعد أن اكتملت دورة الثانية يوم 27 من الشهر الماضي شهر يوليو، أعتبر كاردينال هو أصلا تخلى عن الهلال منذ شهر فبراير، يعني منذ أن تخلى أو منذ أن رفع يده عن الصرف. الهلال يعيش ضائقة مالية منذ شهر فبراير،
لائقة مرتبات، لائقة رواتب اللاعبين، حوافز ونسريات، كلما شابها الكاردينال رفع يده تماما عن الصرف. فاعتقد انه منذ ذلك الوقت، يعني منذ ان اصبح جمال سالم يتحدث، حارس المرمى يتحدث عن انه عنده مبالغ وعنده رواتب شهريه لاربع خمسه شهور ما صار من الهلال، اؤكد تماما انه الكاردينال خلاص لم يركز على الشق المالي. هذا الشق هو ميز الكاردينال عن الرؤساء السابقين، لما يرفع يده عن الصرف فاكيد الكاردينال لا يريد تماما ان يدير الهلال بالصرف المالي والصرف البزخ اللي هو بدا به في السنوات الاولى. لكن هذا العام خلينا نقول تحديدا من بدايه العام الكاردينال رفع يده تماما عن الصرف في نادي الهلال اللي بيعيش يمكن يكون ضائقه ماليه واداريه وفراغ اداري في الفتره الاخيره. على النقيض تماما او بالعكس تماما نجد انه قناه الهلال تعيش يمكن يكون لا يوجد هناك مشاكل اداريه ومشاكل ماليه في قناه الهلال، يعني عكس النادي، يعني يمكن اللعيبه والجهاز الفني والموظفين في النادي يحتاجون للرواتب الشهريه، عكس تماما قناه الهلال اللي هو بيدير نفسه. أنا بنجد أن القناة تمشي وتسير على ما يرام. إذن الكاردينال عنده عمد وقصد أنه لا يصرف أو لا يدفع في نادي الهلال الفترة الأخيرة. طيب شنو موقف التنظيمات الهلالية من عودة الكاردينال؟ وبالمقابل هل مارس شداد المحاباة؟ التنظيمات الهلالية أنا بعيب على أنه من المفترض أن كان تصل نادي الهلال، يعني في ظل هذا الفراق الإداري كان لابد أن تصل حتى ولو شكلياً، تحاول أن تلملم بعض الأطراف، تحاول تجمع بعض من الأموال، ويعني يكون تدفع أو خلينا نقول تساهم في الفترة الماضية كان معنويا وماليا وماديا بشكل أو بآخر يعني. لكن التنظيمات الهلالية يمكن يكون هي الآن طرحت نفسها بقوة عبر سبع قوائم الآن هي موجودة على طاولة الاتحاد، موجودة الآن في يد البروف كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم. الآن سبع قوائم من مختلف التنظيمات الآن تبحث عن تسيير النادي وجادة في أنه هي تكون الآن هي في خلافة مجلس الكاردينال. لكن في النهاية الآن أنا بعتبر أن الكرة هي في ملعب الاتحاد السوداني. إذا رفض الكاردينال اليوم، واليوم طبعا آخر يوم مهلة في تحديد موقف الكاردينال اللي يمكن يكون اقتحم مكاتب الاتحاد تقريبا يوم الأربعاء الماضي مساء وقابل شداد وتحدث معه باستفاضة في الشأن الهلالي. شداد الآن وضع الكرة في ملعب الكاردينال قانونيا وليس مجاملة، قانونيا بالقانون الكاردينال يحق له أن يختار مجلسه أو يختار قائمة ويأتي هو الرئيس لهذه القائمة ويسير النادي لمدة 3 شهور والتجهيز للجمعية العمومية وجهاز النظام الأساسي اللي هي أهم نقطة الآن. جهاز النظام الأساسي لنادي الهلال اللي لم يجز في الفترة الماضية. الآن الكرة في ملعب الكاردينال. الآن الكاردينال لديه 3 خيارات وهو الآن متردد بعض الشيء، لأنه هو الآن في يعني في أمام محك حقيقي الكاردينال في العودة أو بلا العودة، لأنه هو تحدث عنه أنه هو ترك الهلال نهائيا. هذا القرار رجعت فيه حتى المغربين من الكاردينال بالضبط. ذكروا في مواقعهم الخاصة في صفحاتهم أنه هذا القرار نهائي، الكاردينال لن يعود للهلال، لكن واضح جدا الكاردينال لن يتخلى عن الهلال. نعم عبد الرحمن عيدروس، في ظل هذا التوتر الذي يسود في الوسط الرياضي، هل يمكن أن يجمد النشاط الرياضي إلى حين انتهاء أزمة كورونا من العالم ومن السودان؟ تجميد النشاط الرياضي بما يخص الصراع بين اللي كان الموجود بين وزارة الشباب والرياضة ووزير ولاء البوشي ودكتور كمال شداد. شفنا ولاء البوشي خرجت في حوار قبل أيام على قناة السودانية وأكدت أنه هذا الصراع سينتهي قريبا، وبالفعل انتهى بعد الإعلان عن الإيام لجنة الطوارئ الطبية أو لجنة الصحية للطوارئ. نعم نعم، اللي برأسها البروف صديق طاور عضو مجلس السيادي، وأكد أنه تعليق النشاط ما زال إلى حين إشعار آخر، يعني حتى لم يذكر أنه هنالك يعني هيكون إلقاء نهاية الموسم، بل قال تعليق إلى حين إشعار آخر. وهذا لا يعني لا يوجد هناك مشاكل، بالعكس شداد احترم هذا القرار وأكد أنهم موافقين على قرار لجنة الطوارئ الصحية، لأنه الفيفا يعني يمكن أكدت في خطاب للاتحاد السوداني، ذكرت الفيفا أنه إذا كان هنالك ما يهدد قامة النشاط أو عودة النشاط في ظل هذه الجائحة فمن الأفضل أن تعليق النشاط أو إلقاء الموسم تماما. طيب إذا تم إلغاء الموسم أو جمد هذا النشاط، مصير شنو مصير الأندية، خاصة أن هنالك أندية تشارك في بطولات إفريقية على مستوى الكونفدرالية على مستوى الأبطال، ويبقى الاختيار من الأخير اللي هم أصلا مرشحين في قوائم الاتحاد الأفريقي، فهل ممكن ده يحدث ضجر وداخل الأندية في حال تم تخصيص يعني فرق معينة للنهوض والهبوط؟
نعم، يمكن هو سيكون هناك إشكالية بسيطة إذا كانت إذا كان تم إلقاء الموسم. الاتحاد السوداني سيجد نفسه في مأزق حقيقي عشان يختار الأندية الأربعة اللي بتمثل السودان أفريقيا إذا كان في دوري الأبطال وإذا كان في الكونفدرالية، بالإضافة إلى الهابط والصاعد لحديث الدوري الممتاز. ستكون هناك إشكالية بكل تأكيد، لكن في النهاية القرار يرجع للجمعية العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم. هناك جمعية عمومية، كذلك الكاف يعني بيتيح أو بيديك فرصة للاتحاد ليختار ما هو مناسب، زي كما فعل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عندما ألقى الموسم الرياضي طوال، اتجه للروليت الحالي للدوري الفرنسي وذكر أنه باريس هو البطل، توج باريس بلقب الدوري وأعلن أنه باريس ومارسيليا والأندية اللي بتأتي في خلف الترتيب هي التي تمثل فرنسا في دوري أبطال أوروبا وتمثل في الأوروبا ليج. فبالتأكيد القرار يعود للجمعية العمومية للاتحاد السوداني، يا إما يعود للموسم الماضي أو حتى يكون الروليت الحالي هو اللي حيأخذ به الاتحاد السوداني. لكن في النهاية أخ حمزة، في يعني في شيء مهم جدا، أنه الاتحاد السوداني لكرة القدم مصر ومتعند على عودة النشاط الرياضي. ده بيأكد لك أنه في أندية الآن، كل الأندية اللي يمكن يكون يجابها خطر الهبوط هي التي تحدث يعني يمكن تكون تأجيج تواجه في المشكلة وتسير في الحراك. حتى الأندية اللي جلست مع وزيرة الشباب والرياضة هي الأندية اللي بتعاني من الهبوط، لأنه الأندية دائما تخاف من الهبوط، لذلك تتعلق بغشة أو خلينا نقول تتعلق بأشياء بسيطة أو تسير أزمات في الدوري عشان هي تجلس أو تقعد في. لكن بالمقابل محمد، آسف، بالمقابل إنه الأندية دي نفت تماما إنه الأعضاء الذين اجتمعوا مع وزيرة الشباب والرياضة هم يتبعوا للأندية، وكمان الشداد طالب إنه يتم عقوبة هذه الأندية التي أتت بأعضاء. فهل يمكن إنه يعاقبهم الاتحاد إذا ثبت إنهم هم مفوضين من قبل الأندية؟ أعتقد لا يوجد قانون، لا يوجد قانون في كرة القدم أن تعاقب اتحاد السودان يعاقب نادي جلس مع وزارة، لا أعتقد ذلك. لا يوجد قانون الآن واضح أمامنا ممكن مجلس تحقيق أنه أنت قعدت ليه يعني بالدارج، قعدت ليه مع الوزيرة، قعدت الوزارة، عندك مشكلة، عندك إشكالية، الأندية تتبع الاتحاد السوداني ولا تتبع الوزارة؟ أنا لأنه أنت داخل جمعية عمومية، جمعية عمومية الاتحاد السوداني لكرة القدم فيها 18 نادي من الدوري الممتاز، يعني لابد أنت تتبع إداريا وفنيا تتبع للاتحاد السوداني لكرة القدم، هذا نظام الفيفا. لكن انت جلست لي الوزاره تشكو اشياء اخرى من قدرتك على عدم العوده النشاط، عدم قدرتك على عوده اللاعبين، هذه مشاكل. لكن هو قال من المفترض ان هم يجتمعوا فيه، اجتمعوا بشدات في المقابل، يعني ليس من مهام الوزاره، هو كان اشاره. اي نادي في الممتاز يتبع الاتحاد اداريا وفنيا، هذا واضح هذا الكلام. لكن شدات لا يوجد قانون انك انت هتعاقبهم بماذا، يعني لا يوجد عقوبه الان واضحه عشان تعاقب تلك الأندية. وانت كما تفضلت اخ حمزه انه بعض الأندية قالت هذه الواقعة، او هنالك الذين ذهبوا للوزيرة ومثلوا الأندية هم لا يتبعون لها، فبالتالي واضح جدا الأندية تخاف من شداد وتخاف انه يكون هنالك عقاب من، او حتى الاتحاد السوداني يترصدك في بعض الاشياء، لذلك نفوا انهم جلسوا مع وزيرة الشباب والرياضة. نعم، يمكن نجد الان ان السوداكال الان يواصل في حل اللجان في نادي المريخ، ممكن هذا نقول انه هل انتهى عهد الحوكمه اللي كان اطلقه مدثر خير المدير التنفيذي المقال، انتهى؟ نعم، يمكن انا الملف في المريخ ايضا ملف شائك جدا، وسوداكال ايضا يمكن لنا نقول انه في غضب كبير على التعامل، طريقه التعامل ايضا اللي بيتعامل بها سوداكال. لكن في نفس الوقت نجد ان يعني يمكن مدثر خيري يسير في المشاكل، يتحدى في مجلس الاداره او يتحدى في رئيس النادي. القرار الاخير باللقاء الاول، القرارات الاخيره اعتبر دكتاتوريه بعض الشيء من رئيس النادي، هو ليس قرار مجلس اداره هو قرار رئيس فقط. وهذه من الأشياء التي تعيب الكرة السودانية يا أخ محمد، هذه من الأشياء السيئة جدا، عندما يحس أو يشعر أن رئيس النادي أنه يدير النادي من جيوب الأفراد، فلذلك لابد أن يكون القرار دكتاتوري، وهذه من الأشياء السيئة جدا حتى في تعيينه للجهاز الفني وإقالة الجهاز الفني وما شابه من أمور إدارية يتحكم فيها رئيس النادي فقط. طيب عبد الرحمن، كافي بوادر لاستئناف النشاط الرياضي قبل الأحداث التي دارت أخيرا، يعني الشد والجذب ما بين الوزارة، ما بين الجهات الصحية أيضا والاتحاد، تم الكشف المبكر بالنسبة للاعبين وأجريت تحسينات حقيقية في الإجراءات الاحترازية حتى يعود النشاط الرياضي. لكن الآن بعد هذا التجميد، يعني كثير جدا من اللاعبين اللي أتوا إلى الخرطوم حتى يلعبوا بطريقة التجميع، يعني ما في يكون يعني إياب أو ذهاب أقصد، يعني فمصير الأندية شنو الآن يعني بعد الفض المعسكرات؟
نعم، الأندية الآن هي يعني خلينا نقول أنه بعد هذا القرار صدمت كثيرا أخ حذيفة، خاصة لما تجد أنه الاتحاد كان بصدد إيداع 10,000 دولار لكل نادي في حسابه لتسيير مهام النادي، تسيير الأمور المالية والفنية والمعسكرات وما شابه. الآن الاتحاد وقف عن هذا الدعم وجمد 10,000 دولار. 10,000 دولار هذا مبلغ كبير جدا للأندية لكي تسير أمورها في ظل هذه الجائحة لمدة شهر أو شهرين، كان ممكن تحلحل مشاكل الأندية. ذكرت في بيان في 3 أندية يمكن يكون ذكرت وخرجت خرج بعض الإداريين وأكدوا أنهم استدانوا بعض الأموال، وعلى على قرار هذا القرار اللي كان صادر من الاتحاد بهناك مبلغ طائل سيأتي دعما من الاتحاد. الآن هذه الأندية يمكن تكون ستواجه مشاكل مالية كبيرة. هذه الأندية الآن تريد مواصلة النشاط الرياضي عشان يمكن هذا الدعم، بالإضافة ما ننسى الاتحاد أيضا في تسهيلات كذلك المصرفات اللي بيتكلم عنها بالاشتراط الصحية اللي هي في فحص الكورونا وما شابه، كلها تكفل بها الاتحاد. من المسؤول يعني حقيقة حتى أنه يلبي احتياجات الأندية دي في الفترة الحقيقية؟ حتى يعني لأنه النشاط من قبل الدولة تم وقفه تماما، ولكن هناك التزامات بالنسبة للأندية، المسؤول منه عن التنفيذ وسداد كل التفاصيل دي؟ الآن طبعا المسؤول هي اللجنة الصحية الطوارئ الطبية في النادي نقصد. نعم في النادي، نعم في النادي اللي هو الاتحاد رئيس النادي أو خلينا نقول مجلس الإدارة، لأنه في النهاية حتى إذا كان لم يكن هناك جائحة كورونا يعني نادي مجلس الإدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ليس يعني خلينا نقول أنه الأندية نفسها إذا كان لم تعاني من هذه المشكلة كان أصلا ستسدد رواتب اللاعبين المعسكرات أشياء. لكن هذه الجائحة الاتحاد السوداني يريد فقط مساعدة الأندية، ليس إجباريا بالمناسبة، وشداد خرج وقال هذا الكلام، ليس إجباريا على الاتحاد أن يدعم تلك الأندية، لكن الاتحاد يرى أنه هذا النشاط في ظل هذه الظروف الاقتصادية اللي بيعاني بها السودان نفسه أن يرى أنه مفترض أنه يدعم تلك الأندية، لأنه الاتحاد السوداني أيضا جاءوا دعم من الفيفا بما يقارب $1,000,000 أو خلينا نقول هم قالوا $500,000، لكن في النهاية هذا مبلغ أيضا كبير يمكن أن يسير الدوري ممتاز ويصلح يمكن يكون أشياء كثيرة للأندية. نعم نحن نسمع كثير وأيضا على لسان برجو أنه صغار الجديان يواجهون بوروندي وتنزانيا وديا، كيف ومتين حيواجهون إن شاء الله؟ نعم يمكن دكتور حسن برجو هو رئيس عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، هو يبحث دائما خلينا نقول عن إعداد مثالي للأندية، يبحث عن مباريات ودية. يمكن حسن برجو واحد من علاقاته عنده علاقات دبلوماسية قوية مع الدول المجاورة، يريد دائما هو أن يعني حتى يمكن سكافة أو قرار سكافة يتطلع نعم هو يريد ويطلع لإعداد أفضل لهذه الأندية ويكون نواة للمنتخب السوداني الأول بالمباريات الودية في سكافة. حتى يمكن سكافة جاءت نفسها لما طلبت اتحاد سكافة أنه استضافة بطولة سكافة تحت 17 سنة وتم رفضها من قبل الوزارة أيضا تماما، أيضا مدعلة بوجود فيروس كورونا وجائحة كورونا. أيضا خلينا نقول أنه رئيس لجنة المنتخبات الوطنية صدم في هذا القرار لأنه اتحاد سكافة متكفل تماما بكل منصرفات هذه البطولة من سكن وإعاشة وغيره، وحتى تذاكر السفر بين الدول الأخرى متكفل بها اتحاد سكافة، فقط على وزارة الشباب والرياضة أن تؤمن تلك البعثات تأمين أمنيا فقط. لكن صدم الاتحاد السوداني بهذا القرار بأنه يوجد مشاكل اقتصادية ويوجد مشاكل في جائحة كورونا وأشياء أخرى. طيب نحلق بك الآن برضه عبر شمس الشروق عاليا، نعود برضه للمربع الدوري، نشوف ليون فرنسا حيقابل مانشستر سيتي، قراءاتك في دفاتر الفريقين؟ نعم يمكن هي مباراة أيضا من المباريات القوية اللي حيصعب التكهن برضو بنتيجتها بالرغم من أفضلية واضحة لمانشستر سيتي على الورق فقط، لكن إذا كان هنالك على الورق كان يوفنتوس بوضعية أفضل من ليون، وجاء ليون وحقق المفاجأة على يوفنتوس وصعد بفارق يمكن بالخسارة لكن فارق هدف مستفيدا من هدف اللي سجله في فرنسا. لكن خلينا نقول أنه مباراة صعبة جدا، مباراة مانشستر سيتي سيعاني
من ليون. ليون بالرغم من أنه حمزة منذ شهر مارس لم يخوض أي مباراة بعد تم إلقاء الدوري الفرنسي، المباراة الوحيدة اللي خاضها يمكن خاضها أمام يوفنتوس فقط، عكس مانشستر سيتي تماما اللي بيعيش يمكن استقرار كبير جدا على مستوى الجهاز الفني بقيادة غوارديولا، وعلى مستوى أيضا اللاعبين تألق كبير لدي بروين اللي يمكن نال أفضل لاعب في الدوري أو في مانشستر سيتي، الرحيم ستيرلينج يمكن عنده عناصر مميزة جدا مانشستر سيتي، والآن هو مرشح فوق العادة للوصول للنهائي، لكن أيضا سيصطدم حتى حال التأهل سيصطدم بالعملاق البافاري بايرن ميونخ، لكن مباراة اليوم مباراة صعبة جدا للفريقين. خلينا نقول اليوم ممكن يحقق المفاجأة كما فعلها أمام يوفنتوس، لكن يبقى على ورق المتأهل أو خلينا نقول المرشح هو مانشستر سيتي. طيب بزاوية شوفك التحليل الآن لمعظم الأندية اللي هي في المربع واللي تأهلت، بتشوف منو من الأندية ممكن تصل؟ أنت ذكرت البافاري وأيضا أشرت ليه يعني مانشستر سيتي، هل في أندية أخرى ممكن على أرض الورق وعلى الملعب ممكن تحدث برضه الفارغ الكبير يعني وتحقق وتصل للمرجو يعني؟ نعم، يمكن المسار الآخر هو مسار باريس سان جيرمان ولازبيج الألماني، لازبيج اللي حقق المفاجأة تقريبا وصعد إلى نصف النهائي على حساب أتلتيكو مدريد. هذا الفريق الألماني يعني يمكن فريق حديث العهد يعني، وفريق ظاهرة كروية في ألمانيا، والآن هو أصبح ظاهرة كروية في أوروبا، بالآن وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيواجه باريس سان جيرمان. أيضا أنا في اعتقاد أنه أيضا نفس الحديث ينطبق تماما على باريس سان جيرمان، أيضا هو مرشح فوق العادة على للتأهل على لازبيج في الورق، لكن يبقى ايضا هذا الفريق الالماني يعني ممكن يحقق مفاجاه على باريس، لكن في النهايه الجميع يتوقع الان نهائي شرس جدا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ظل افضليه برضه لبايرن ميونخ في لهذا العام. نعم، الزميل الصحفي الرياضي وزميل عبد الرحمن عيدروس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من خلال هذه المساحه الصباحيه في الرياضه هذا الصباح، شكرا جزيلا على التحليل والتطواف في مسيره عرفنا الرياضه العالميه والرياضه المحليه وغيرها، شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا سلام. قدرين جدا، قدرين جدا يا حمد على الرفقه الطيبه والمثمره، ان شاء الله هي بدايه لمراحل ابعد امتدادات اخرى ان شاء الله. شكرا لك. شكرا جزيلا. انا شاكر ومقدر لك، وشكرا للتيم العامل معنا من خلال صباح الشروق، شكرا جزيلا. نتمنى نلتقي في صباحاتنا، نرحب مليئه بالمحبه والود والسلام لوطن يسع الجميع. مع السلامه.